السلام عليكم. اليوم تعرف على هاد التطبيقات كما شاهد في هذا الفيديو، وهو كما يسمى تيلي بروموتر، ويمكنك من عرض شاشة فيها سكريبت أو كلمات التي تريد قولها على شاشة الموبايل، وفي نفس الوقت تقوم بتصوير فيديو. وبهذه الطريقة يمكنك قراءة القرآن والأحاديث، يمكنك التدريب على التقديم تلفزيوني أو تلقي معلومات رياضية وتعليقات وغيرها كثيرة بهذه الطريقة. كيف نفعل ذلك؟ سنتعرف على هذه التطبيقات. في بلاي ستور تبحث عن تيلي بروموتر، فيظهر لك الكثير من التطبيقات، هناك مدفوعة ومجانية، فنبحث عن أبسطها وأسهلها كما شاهد هنا. هذا هو، فهذا يعني حجمه قليل جدا، 3 ميجا فقط، بسيط جدا الاستخدام. بمجرد هنا الضغط تقوم بإضافة امبورت تكست، إن كان لديك نص كبير تقوم بجلبه مباشرة بهذه الطريقة، أو هنا تقوم بكتابة سكريبت بسيط جدا، قم تكتب ما تريد، ثم هنا في الأعلى كما شاهد بلاي، تضغط على بلاي، ففي الأسفل كذلك بلاي، فيبدأ ذلك سكريبت بالصعود وأنت تقوم بتصوير وقراءة. هذه الطريقة الأولى. هنا كذلك في الأعلى تجد هذه النافذة، يمكنك عمل نافذة صغيرة وبالتالي العودة إلى الكاميرا أو أي مكان، تفعيل الكاميرا للتصوير، وهنا هذا سكريبت يصعد وتقرأه بسهولة. فيه الكثير من الخصائص، يمكنك تعديل حجم الخط ولون الخط، شفافية هذه النافذة وغيرها. هذا أبسط تطبيق، فقلت أنه هناك الكثير من التطبيقات الشبيهة، فيمكنك اختيار ما تريد والأسهل منها. كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة، سلام.